هنا هرجع للدكتور ياسمين كدكتورة وباحثة وعالمة صيدلانية والبحث في مجال تقنيات أو استخدام تقنيات نانو تكنولوجي. فهميني لأن أنا معلوماتي في دي ضيقة جدا وأغلبها اكتسبته امبارح بس حقيقي يعني، فاشرحي لي أكتر. أوكي، الموضوع بسيط جدا. كل فكرة النانو تكنولوجي، لو المادة مثلا بحجمها الطبيعي أنا بحاول أصغرها إنها توصل للنانوميتر. أوكي. رينج النانوميتر ماشي. من 1 ل100 نانوميتر. أوكي، ليه أنا بتارجت إن أنا أستخدم تقنية النانو؟ لأن دي بتحسن من خواص المادة. بمعنى لو أنا عندي مثلا الدواء العادي في الرأس بيدي مثلا الواحد محتاج ياخد منه جرعة أوكسين مثلا 4 مرات في اليوم، لو خليت الرأس دي معمولة بدل المادة الفعالة بتاعتها تكون في هيئة النانو وكبست الماتيريال دي للرأس، هيبقى مثلا ممكن محتاج ياخد قرص واحد في اليوم لأنه بيزود فعالية الدواء نفسه. أوكي، فبالتالي أنت هتبقى مش محتاج تاخد جرعات كتيرة منه. فهي عامة تقنية النانو بتشتغل على كذا تراك. لإما الأول بيبقى عند حضرتك الدواء نفسه فيه مشكلة، فبالتالي حضرتك بتحاول تحوله بشكل معين من النانو، إن حضرتك تحوصله جوه بوليمر مثلا أو حاجة بحيث إن الأعراض الجانبية بتاعته ما تظهرش، أو إن حضرتك بتحطه جوه تحوله لصورة النانو عشان تزود الفعالية بتاعته. أوكي، فحاجة مثلا ممكن يكون الدواء ما بيدوبش خالص، ودي بتبقى مشكله بالذات للاطفال، فبتبقى حضرتك محتاج تديهم الادويه بتاعتهم شرب. فلو حضرتك حولتها حاجات النانو او قللت السايز بتاعها لرينج معين، هتبتدي ان انت تقدر تخلي الدواء ده يتعمل على شكل شرب، فالطفل يقدر ياخد الدواء ده، وبالتالي تروح للاماكن اللي المفروض تروح لها. دي حاجه تانية خاصة، دي حاجه اضافيه على النانو. احنا عندنا النانو تو تراكس، التراك العادي ان حضرتك بتحول بس حاجه للنانو وخلاص، وفي تراك تاني بيبقى ادد ومور ادفانسد ان حضرتك بتحط حاجه زي حاجات بتوجه الدواء لاورجن معين من غير اي اورجن تاني، عضو معين جوه الجسم. أيوه. بدون اي عضو تاني. فانا عايز الدواء ده يروح للرئه مش يروح. أيوه. لكل الجسم، يروح للكبد، يروح. أيوة. للبنكرياس زي مثلا السرطان. الناس مثلا اللي عنده سرطان الثدي او حاجه، فانا ببقى مثلا محتاجه الادويه الكيماويه، طبعا معروف لكل الناس انها بتعمل مشاكل كتيره طبعا. جدا. اوكي، فانا مثلا المشاكل دي ناتجه لان الدواء نفسه بيبقى موجود في الاعضاء الثانيه وهو مش المفروض يبقى موجود فيها. فكانه بيقتل الخلايا الطبيعيه وبيقتل كمان الخلايا السرطانيه لانه الدواء مش هيميز. فانا لو حطيته على شكل النانو ووجهته لخلايا الثدي بس، فهتبتدي تتراكم في خلايا الثدي وهتتجنب تراكم الدواء في الاعضاء التانية اللي موجوده في الجسم، فبالتالي اقدر احقق الفعاليه بتاعه الدواء من غير ما اسبب الاعراض الجانبيه دي. حلو قوي. انا احب الكلام في العلم جدا بالرغم ان انا ماليش اي علاقه بالعلم يعني، فانا اصلا اقتصاد، بس المساله بالنسبه لي بتبقى مبهره جدا لما بقعد اسمع ده، وبيبقى المساله مبهره بالنسبه لي اكتر. لا، هي مش مبهره، هي بتبقى بتلقى اعجابي اكتر لما بلاقي عالمات. انتوا عارفين احنا الكوكب ده كوكب ذكوري جدا، والله العظيم جدا. سيبك بقى من الكلام بتاع مصر فيها مجتمع ذكوري، الكوكب ده كوكب ذكوري جدا، ولا أو لم يكن يحتفي بشكل حقيقي ويقدر بشكل حقيقي العالمات. وأول ما نيجي نقول كده تلاقي أحد يقول وماذا عن ماري كوري؟ يا عم أنت بتتكلم على واحدة في الدنيا كل شوية تقول لي اسمها. طب ما هو كان في عشرات العالمات ما حصلوش على القدر الكافي من التقدير والاحتفاء.